لسه ما زلنا بنحكي عن تعريب قيادة الجيش، والحديث أكثر عنها راح يكون معنا اللواء الركن المتقاعد محمد الرقاد، مدير التوجيه المعنوي الأسبقي. سعد صباحك باشا. صباح الخير يا هلا. يعني أول شيء كل عام وأنت بألف خير بمناسبة بهذه المناسبة العزيزة والمشرفة على الأردنيين جميعا. وأنتوا بألف خير وصباح ألف خير وأنا شاكركم جدا، وصباح الخير على كل المشاهدين. طيب اللواء المتقاعد محمد الرقاد، الأبعاد السياسية والاستراتيجية والعسكرية لقرار تعريب قيادة الجيش ما هي؟ بداية يعني شكرا على كريم الدعوة اللي مكنتني أنه أنا أشارك معكم في هذا اليوم، يعني في هذه الذكرى الرائعة جدا، هذه الذكرى العسكرية. وبداية يعني قبل أن نبدأ الحديث أرجو أن نترحم على روح جلالة المغفور لها الملك رحمة الله عليه، صانع هذا القرار صحيح التاريخي. واسمحوا لي من خلال شاشتكم العتيدة أن أرفع تحية إعزاز وإجلال لجلالة قائدنا الأعلى جلالة الملك عبد الله الثاني، ونقول له يا جلالة القائد الأعلى مبارك هذا اليوم، هذا اليوم الكبير جدا في حياة الأردن وفي حياة القوات المسلحة الأردنية. أيضا أرجو أن تسمحوا لي أن أزي تحية لكل قواتنا المسلحة الأردنية، الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية، العاملين والمتقاعدين، وأقول لهم يعني في هذا اليوم الله يعطيهم العافية وربنا يقويهم. نعم. منا أيضا كمان. وقبل أن نبدأ الحديث حقيقة أرجو أن نقف وقفة إجلال واحترام لشهدائنا. نعم. شهداء الجيش العربي وشهداء الأجهزة الأمنية. صحيح. الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن منذ تأسيس إمارة الشرق الأردن سنة 21. نعم. وحتى آخر شهيد قضى دفاعا عن ثراء الأردن. صحيح. حتى يعني أجيب على هذا السؤال الكبير اللي تفضلت فيه الدكتورة مي وسألتني إياه، وأنا بالمناسبة يعني اسم مي محبب جدا لأنه ابنتي الكبرى الدكتورة تحمل الاسم نفسه. نوجه لها تحية كمان عبر الشاشة. الله يبارك فيك. الله يسعدك. حقيقة الأمر يعني حتى يكون للحديث مفاصل ونستطيع أن نوصل الرسالة كاملة لأبعاد هذا القرار، بداية يعني دعنا يعني نناقش كيف أهمية هذا القرار. صحيح. أهمية هذا القرار. نعم. حقيقة هذا القرار جاء في ظروف صعبة كانت تعيشها المملكة الأردنية الهاشمية. بالطبع. حصلت المملكة على الاستقلال بسنة 46. نعم. هذا القرار في 1 آذار سنة 1956. صحيح. هذه الظروف اللي مرت فيها المملكة الأردنية الهاشمية كان جلالة الملك حسين في تلك الفترة يعني صحيح. قبل اتخاذ القرار أكيد. تلميذا عسكريا في ساندهيرست. نعم. جلالة الملك حسين رحمه الله حقيقة يعني كان يحمل فكرا نيرا، فكرا سياسيا وفكرا عسكريا. صحيح. كان له بعد سياسي بالتأكيد. الفكر السياسي من أين جاء لجلالة الملك حسين؟ جلالة الملك حسين هو الذي تربى في أحضان الأسرة الهاشمية وبخاصة في ظل جلالة الملك عبد الله الأول. صحيح. أما البعد العسكري فكان جلالة الملك حسين منذ أن كان صغير السن كان يزور الوحدات العسكرية والتشكيلات العسكرية، فتكونت في ذهنه هذه الصورة العسكرية اللي حملت الأبعاد العسكرية لمثل هذا القرار. الأمر الثاني يعني على الصعيد السياسي كان يعني مرت ظروف سياسية لا نستطيع التفصيل فيها صحيح. هذا في هذه الفترة أكيد. البسيطة المخصصة لنا، لكن حقيقة الأمر بعد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية أيضا في سنة 1950 كان هناك توحيد الضفتين، الضفة الغربية والضفة الشرقية. وبعد ذلك جرت تعديلات على الدستور بعد ما تم وضع دستور 47، وبعد ذلك تم وضع دستور 52 في عهد جلالة الملك طلال. هذه ظروف كانت كلها تعيشها المملكة الأردنية الهاشمية. من هنا وجلالة الملك حسين طيب الله ثراه يعني حينما كان طالبا في ساندهيرست كان يدور في ذهنه مثل هذا القرار، ويعني
هنا لابد من التعريج وذكر أن جلالة الملك حسين حينما كان تلميذا في ساندهيرست كان غير راضي عن أن يكون هناك قيادة أجنبية على رأس الهرم العسكري. نعم صحيح. طبعا هذا الحديث إحنا لا نأتي به من عندياتنا، لكن هذا الحديث أسر به إلى الملحق العسكري الأردني في لندن في تلك الفترة وإلى بعض الضباط الأردنيين اللي كانوا يتدربوا في دورات في لندن. طبعا ملحوظة يعني على الهامش، كثير من الإخوة الإعلاميين يخطئون حينما يقولون تعريب الجيش العربي، تعريب قيادة الجيش. حقيقة هو المفهوم الصحيح تعريب قيادة الجيش العربي، صحيح. لأن الجيش العربي كان عربيا أصلا، صحيح. هذا بس ننتقل، لابد يعني الآن المشاهدون يشاهدوننا ولابد أن يثور سؤال، ما الأسباب التي حدث بجلالة الملك حسين يتخذ هذا القرار؟ نعم. إذا أردنا أن نصف هذا القرار يعني نستطيع أن نقول بأن هذا القرار كان جريئا، صحيح. كان حازما، كان حكيما، كان راشدا، كان قرارا سياسيا سياديا بثوب عسكري، صحيح. يعني شمل ثلاثة مجالات، صحيح، عسكري وسيادي. نعم بالتأكيد. نعم الآن نعود إلى الأسباب. هذا التساؤل يعني تساؤل مشروع، صحيح. جلالة الملك حسين ذكرنا أنه كان يدور في ذهنه أنه غير راضي عن وجود قيادة عسكرية أجنبية بالطبع. على رأس الهرم العسكري بالطبع. فلذلك حينما نودي به ملكا في سنة 1952 وكان لم يبلغ السن الدستوري في تلك الفترة، وبعد أن مارس السلطات الدستورية في أيار 1953 كان أول قرار يدور في ذهنه هو قرار تعريف قيادة الجيش. لكن لا بد من أسباب. جلالة الملك حسين حينما استلم السلطات الدستورية كان شاباً متحمساً مدافعاً لخدمة وطنه وجيشه وقواته المسلحة، والجنرال كلوب كان رئيساً للأركان في تلك الفترة. الجنرال كلوب هناك فارق في السن، نعم أكيد. ما بين الجنرال كلوب وجلالة الملك حسين الشاب المتحمس، صحيح. الاستراتيجية العسكرية التي كان يتبعها الجنرال كلوب في القوات المسلحة الأردنية هي استراتيجية دفاعية، نعم صحيح. جلالة الملك حسين رحمه الله كان يريد أن تكون استراتيجية هجومية، نعم صحيح. في تلك الفترة، صحيح. فمن هنا بدأت نقطة الخلاف، ولا يعني ونحن نذكر الاستراتيجية يعني لابد من المرور بقصة طلب جلالة الملك حسين طيب الله ثراه من الجنرال كلوب أن يضع استراتيجية لتطوير القوات المسلحة الأردنية، يعني عشان يشوف المنظور اللي له. نعم نعم. أتعلمون ما كانت الإجابة؟ نعم. الإجابة كانت أن الجيش العربي الأردني لا يستطيع الاعتماد على نفسه قبل عقد الثمانينات، هذا الكلام في عام 1956 قبل اتخاذ القرار. يا سلام يا سلام يا سلام. جلالة الملك حسين حينما يعني رأى هذه الرؤية أراد أن تكون الاستراتيجية مختلفة. نعم. هذه كانت أول نقطة اختلاف أو خلاف مع استراتيجية الجنرال كلوب. النقطة الثانية هي المناصب الضباط الأردنيين. كان الضابط الأردني في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أكبر طموحه أنه يستلم قائد فصيل أو قائد سري. جلالة الملك حسين آمن بأنه ما حك جلدك مثل ظفرك، فكان يرى بأنه على الضباط الأردنيين أن يتولوا مسؤوليات تولي مناصب والوظائف في الجيش العربي. اسمه قيادة الجيش العربي المصطفوي، فلازم يكون قائد، القائد تبع الجيش لازم يكون عربي مصطفوي. احنا راح نكمل حديث مع الباشا، بس بدنا ننتقل. كاميرا اي ون تي في نزلت على الشارع اخذت كلمات تهنئة بمناسبة تعريب قيادة الجيش. بنطلع مع بعض نحضر نشوف الفوكس بوب ونرجع.
اقول لهم يعطون العافيه حماة الوطن، والله خلينا اياهم وربنا يحميهم يا رب. طبعا هم حماة الوطن وهم حامين حدود الاردن ودائما بيساعدوا المواطنين، والله يعطيهم الف عافيه. يعطيهم الف عافيه الجيش العربي الباس الجيش الاردني، هم حماة الوطن، يعني هم الدفاع عن الوطن كامل على الحدود وداخل المملكه وخارجها. احنا نفتخر بهيك جيش، ويعني نفتخر ان عندنا زي هيك ملك سيدنا عبد الله الثاني. الف تحيه. الجيش دائما بالنسبه لنا هو صمام الامان، يعني بدون وجوده بنفقد ركن اساسي من اركان الدوله. فالله يديم الجيش وكل عام وهم بالف خير يا رب. يعني احنا هيك باشا زي ما شفنا من خلال الفوكس بوب اختلاف، يعني كل واحد له تهنئته الخاصه. صحيح. وكلامه الجميل لهذا الوطن ولهذه المناسبه الوطنيه. طبعا. نحكي شوي عن النتائج المترتبه عن اتخاذ هذا القرار التاريخي الحاسم. ايش كانت هاي النتائج اللي ترتبت على تعريب قياده الجيش؟ حقيقه يعني نستطيع قراءه النتائج المترتبه على هذا القرار من خلال تعريجنا على الابعاد السياسيه. صحيح. والعسكرية. نعم. لهذا القرار. أولا يعني من أهم النتائج، دعنا يعني نبحث في الأبعاد السياسية. الأبعاد السياسية سبق وذكرنا بأن قلنا بأنه استقلال المملكة الأردنية الهاشمية كان في عام 1946. صحيح. لكن بقيت المملكة الأردنية الهاشمية يعني تحت بقايا الحكم البريطاني، بعض بقايا الانتداب من خلال المعاهدة الأردنية البريطانية. نعم. أكيد. المعاهدة الأردنية البريطانية يعني كانت تقيد بعض الأمور في تطور القوات المسلحة الأردنية. صحيح. ولذلك يعني الجنرال كلوب كان على رأس المؤسسة العسكرية، والمؤسسة. نعم. العسكرية هي أكثر المؤسسات الوطنية فاعلية في النظام السياسي. نعم. بالطبع. صحيح. فلذلك جلالة الملك حسين أول نتيجة أنه هذا القرار أنا وصفته في البداية بأنه قرار سياسي سيادي لكن بثوب عسكري. بالطبع. حقيقة الأمر أنا أعتبر أن أول نتيجة أن هذا القرار هو استكمال للقرار السياسي السيادي الأردني. صحيح. بالطبع. نعم تطبيقه. صحيح. هذا أولا. نعم. الأمر الثاني يعني أنه أصبح القرار الأردني حر. بالطبع. من آخر القيود اللي هي سيادة تامة صار الأردن فيه، عنده سيادة تامة، سيادته بشعبه بجيشه بحكمه بقراره بكافة الأشياء. بالرغم والجدير بالذكر أنه بريطانيا قطعت بعد هذا القرار اللي أطلقه جلالة المغفور له الحسين بن طلال، قطعت جميع المعونات والمساعدات المالية والذخائر. بالتأكيد. صحيح. بالتأكيد يعني، لكن جلالة الملك حسين لم يحسبها هكذا. بالطبع. جلالة الملك حسين حسب، وأنا استمعت للخطاب وأنتم استمعتم. صحيح. للخطاب، كان يتوخى المصلحة العليا للدولة. بالطبع. المصلحة العليا للدولة من يضعها؟ يضع المصلحة العليا للدولة والأهداف السياسية، القيادة السياسية العليا. نعم. صحيح. للدولة، فكانت المصلحة العليا في ذهن جلال الملك حسين، هذا أمر آخر. صحيح. ولم يحسب حساب قديش كانت، يعني كم كانت المعونة البريطانية. كانت المعونة البريطانية التي تقدر 12 مليون جنيه. صحيح. استرليني. صحيح. وكان الأردن بحاجة في تلك الفترة، والقوات المسلحة الأردنية بحاجة، لكنه أمام الحرية وحرية القرار السياسي للأردن. صحيح. لم يحسب جلالة الملك حسين حسابا لمثل هذه. وهذا القرار اللي احنا نحكيه قرار عربي مش بس أردني، بالطبع هذا كمان خلى فيه نوع من الاتحاد العربي بين الدول، بين لبنان وسوريا والدول الخليج. تستطيع أن ودعم الأردن فعليا. سيد الكريم يعني تستطيع أن تقول بأنه من الأبعاد العسكرية في هذا القرار نتجت عن هذا القرار هو فتح آفاق التعاون. صحيح. ليس فقط السياسي وبالأخص العسكري، لأنه القرار هو سياسي بثوب عسكري. فتحت أبواب التعاون وبخاصة بين الجيش العربي الأردني وبين القوات المسلحة في كل من الجمهورية مصر العربية، في المملكة العربية السعودية. جميل. في لبنان، في الجمهورية العربية السورية. نعم. مع كل الجيوش
العربية. طيب باشا هيك يعني بدنا بهذه المناسبة كلمة توجهها لمشاهدينا ولفوارسنا وبواسلنا الموجودين في الجيش الأردني بهذه المناسبة. الكلمة التي أريد أوجهها يعني أنه الوقت الكلمة التي أريد أن أوجهها في هذه الظروف، أنا أقول حمى الله الأردن وحمى الله القيادة الهاشمية. اللهم والكلمة التي أوجهها إلى كل الأردنيين بلا استثناء، أننا نعيش الآن في ظروف صعبة وتحديات حقيقية سياسية واقتصادية وعسكرية وتكنولوجية أمام الأردن. الكلمة التي أوجهها والرسالة التي أريد أن تصل إلى كل أردني أن نقف صفا واحدا ونتحدى كل هذه الصعوبات، نقف صفا واحدا خلف قيادتنا الهاشمية ونحمي وطننا وتكون كلمتنا واحدة. وكل الظروف وكل ما نسمع وكل ما يقال لا يمكن أن يصمد ولا يمكن أن ينفذ في ظل إرادة وطنية شعبية تقف خلف قيادة هاشمية في أردن تعود على القوة وتعود. وجلالة ابن الحسين رحمه الله قال يعني نحن لا نركع إلا لله سبحانه وتعالى. يعني اللواء الركن المتقاعد محمد الرقاد، شكرا لك لهذه المعلومات، نتمنى الأمن والسلام. كنت أتمنى أن نتحدث أكثر ونتوسع لكن لضيق الوقت اللي بها. هذا القرار كثير من الناس لا يدركون أعماق الأبعاد السياسية صحيح. والعسكرية والاقتصادية. إن شاء الله إلنا هيك يعني استضافات أخرى ولقاءات أخرى نوضح فيها كثير من الأمور العسكرية إن كانت أو السياسية وفي كثير من المناسبات الوطنية. أهلا وسهلا ويسعد صباحك، وإن شاء الله كل عام أنت بخير وبلدنا بخير وجيشنا وبواسلنا في كل مكان بألف خير.